اهلا وسهلا ومساء الخيرات. كما كتشوفوا جيت باش نشارك معكم هاد المنظمات اللي شريت مؤخرا من ايكيا. هما زوينين، المجوره فين ديروا تقاشر ديروا اي حاجه، المهم هكا كيتباعوا. شريتهم من ايكيا وكانوا صراحه رخاص، ما كاملاش 5 اورو، فيهم 6 كما كتشوفوا هكا دايرين. كاين هاد اللون وكاين الابيض، كيداروا بزاف بالنسبة حتى للعيالات اللي عندهم لي بيبي، زوينين في الكومود كديروا فيهم لي كوش، ديروا فيهم حوايج ديال الدراري الصغار. ولكني بشرط خص داكشي ديما يكون منظم، الا كان الواحد غير كيهز ويحط راه بحال ما درتوهمش هكا. وساهلين حتى الا توسخوا ممكن تمسحوهم، هذه هي الطريقه، ساهل باش تركبوهم معهم غير ديك السنسله هكا كما كتشوفوا. وانا خديتهم في القرا وفي هذا القري باش ما يتوسخش في ساع. وبالنسبه في المجر ديروا اي ترتيب كيما بغيتوا تحطوهم حطوهم. وكيما قلت لكم كاين دمو، وممكن ديروهم هنايا في الحمام في شلاف السماء في اي بلاصه فين ما بغيتوا ديروهم، وراهم زوينين. وكيما قلت لكم 6 ورخاص، ورخاص في متناول الجميع. انتما كما كتشوفوا، ودابا بعد ما هكا دايرين فيهم جوج كبار وجوج طوال جوج متوسطين، والمهم 6 في كل وحده. وانا شريت جوج باكيات هكا كيبان لكم. ودابا هنايا كما شفتوا بعد ما نظمتهم ودرت كلشي، انا درت باكيه ونص، ما كفاوني شي 8. هنايا دابا تقريبا كما شفتوا درت 3 كبار. يلا باي باي عليكم، باي.